اخبار اليوم. يا ريت الناس تنزل، يا ريت الناس تنزل. قال شبرا ينزل عشان الراجل دوت محترم، وهو ده اللي هينفع اهالينا في شبرا. والله العظيم ثلاثه هو ده اللي هينفع اهالينا في شبرا. راجل محترم، راجل قوي، راجل قوي والله العظيم. انت شايف برضه حركه سير الانتخابات في اليومين امبارح والنهارده، انت شايف؟ والله شايف سير الانتخابات كويس، بس هو الموضوع المالي السياسي ده مش حلو خالص في جميع دوائر مصر، مش هنا بس. يعني بنتمنى ان هو ينتهي، لان ده اساءه لمصر وبرلمان مصر، واللي يدخل برلمان ده المفروض يدخل الشعب المصري عشان يعبر عنه، لان هو بيعبر عن نفسه. اللي بيدخل بالمال السياسي ده وبيغدق امواله على الناخبين، ده بي 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 بيسيء لنفسه اولا، وبيسيء لمصر ثانيا. وده داخل البرلمان علشان يصنع مجد شخصي لنفسه، مش داخل عشان الناس. اللي داخل عشان الناس ما يدفعش مليم، ارجوكم ما يدفعش مليم. رساله لكل المرشحين على مستوى الجمهوريه، مش شبرا رود الفرج. يعني بلاش موضوع المال السياسي ده، المال السياسي ده اخطر ما يكون، وهياتي بنواب مش نواب معبرين عن الشعب، ابدا هم نواب معبرين عن انفسهم. الحقيقه هو ده الحاجه الوحيده الملحوظه في جميع دوائر مصر، مش شبرا رود الفرج بس. وانا بتمنى ان ياتي نواب فعلا يخدموا ابناء الشعب المصري، لان احنا محتاجين نواب مخلصين محترمين يعبروا عنا ويوصلوا صوتنا لصانع القرار، وده اللي احنا محتاجينه من النائب الحقيقه. كلمه اخيره للناس اللي نزلت النهارده وشاركت وقالت صوتها. والله انا بقول لكل اللي نزل، احنا بنشكرك، لان ده انت واجب وطني عليك، وانت اديته وبامانه، والامانه دي انت تحاسب عليها عند ربنا.